خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو. ايوه ازيك؟ الحمد لله تمام. ازيك حضرتك؟ عامل ايه؟ انا زي الفل نشكر ربنا الحمد لله. انا عايزه اكلم حضرتك من زمان جدا 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 بس مش يعني بتصادف الفرصه. يعني انا حظي سعيد ان حضرتك معايا النهارده على الهوا. بداخل التقسيم. طيب قولي لي بقى اتعرف بيكي الاول، ولو مش عايزه تقولي اسمك ما تقوليش. لا عايز يا رحمه. افندم؟ رحمه. رحمه. طيب رحمه كام سنه؟ 25. 25 سنه. مرتبطه يا رحمه؟ متجوزه. عن حب ولا جواز تقليدي؟ يعني انا حبيته على حبه ليا. حبيتيه على بسبب حبه ليكي؟ اه. طيب احكي لي ايه المشكله؟ بس انا كنت مرتبطه بحد ارتباط جامد جدا من فتره، ووالدي ما كانش موافق عليه خالص، وهو حاول كتير ان ياخدني بس ما عرفش يعني وكده، ويتقدم كذا مره ووالدي ما رضيش. فطبعا انا قعدت فتره وبعدين اتخطبت واتجوزت طبعا وخلفت. ف برضه الشخص دوت يعني انا مش قادره اشيله من دماغي خالص. فمش عارفه اعمل ايه. يعني بعد ما اتجوزتي وخلفتي وكل حاجه تمام مش قادره تشيل الشخص ده من دماغك؟ اه. دي كل المشكله. اه عندي طبعا مشكله جامده جدا. يعني بقالك قد ايه يعني متجوزه؟ بقالك قد ايه؟ بقالي سنتين وشويه. سنتين وشويه. الولد ده او الشخص ده بيظهر قدامك بتشوفيه يعني خالص اختفى يعني من حياتك؟ اه واختفى طبعا. بس انا يعني لما بتحصل لي مشكله او حاجه بجري عليه وبكلمه وببقى محتاجه ان انا اه يعني انت بتكلميه؟ اه بس طبعا على فترات يعني. طيب بتكلميه ليه؟ هو اللي بيحل لك مشاكلك؟ اه. وانت ما تعرفيش تحلي مشاكلك؟ انا بس شخص يعني طيبه جدا، قلبي ابيض جدا. انا مش بعرف اتعامل يعني مع مشاكلي وكده. طيب ما نبتدي نفكر نتعامل مع مشاكلنا ونتعلم نتعامل مع مشاكلنا عشان ما نقعدش نسأل الناس يحلوا لنا مشاكلنا. وعايز اسألك اقول لك على معلومة صغيرة. هل متخيلة ان حلول الناس مناسبة لمشاكلك؟ يعني ساعات ساعات. ولا انت لو فكرتي وانت اللي حليتي هيبقى احسن لك وانسب لك؟ انا بس قلت مشكلتي في يعني على مدار السنتين وشويه دول ان انا اي مشكله بتحصل لي انا بقارن ما بين الشخص ده والشخص ده. طيب ربنا سبحانه وتعالى ما ادكيش الشخص الاولاني ليه؟ هو اكيد ربنا عايز كده. طيب هو حاول يتقدم لك مثلا واهلك رفضوه؟ اه والدي رفضه. طيب ربنا رزقك بانسان تاني، الانسان التاني اللي متجوزاه ده اللي بتقولي انا حبيته لحبه ليا، ده معناها ان هو انسان كويس وبيحترمك وبيحتويكي وبيتقي ربنا فيكي مش كده؟ اه الحمد لله. وربنا رزقك منه باطفال؟ اه. حلو. يبقى ازاي تقارني حاجتين مالهمش اي علاقه ببعض؟ هما مالهمش علاقه ببعض بس يعني هو الاولين كان بيتعامل معايا بطريقه يعني كان بيتعامل ان انا اغلط عشان طريقه العقاب اللي هو كان طريقته لذيذه بيحتويني تحت ان هو ادويا. جوزي طبعا كويس وكل حاجه بس يعني عصبي جدا مش بيتفاهم معايا. اي حد مثلا والدتي او كده بيقول لي اي راجل ليه مدخل، انا حاسه ان جوزي ملوش مدخل. يعني انا لازم لما اروح في حته او اعمل حاجه او كده لازم اقدم بقى مستندات واوراق عشان يوافق عشان اي حاجه حتى في البيت لغي شخصيتي في كل حاجه. يعني ايه مستندات واوراق؟ يعني مثلا عشان تخرجي تروحي لاهلك عايزه تروحي تجيبي مستندات واوراق؟ اه. وزي ايه مثلا؟ جواب من مامتك؟ ما مثلا ممكن تقول له لا خليها تيجي مثلا والدي هنا ساكن ورايا والدي والدتي متصلين. بتعتب قبل ما يتواجد يعني كده. يعني هو ما بيخرجكيش من البيت خالص الا للشديد القوي؟ الا مثلا ابني تعبان انا كنت متابعه متابعه الحمل فقط. مش بنتيه اسيه. هل دي غيره مثلا بيغير عليكي؟ بيغير لدرجه ان ممكن غيرته تخرب البيت يا اسامه. طب تخيلي بقى الراجل اللي بيغير قوي كده ومضايق على مراته قوي كده، مراته بتخونه وبتروح تكلم راجل تاني. خيانه؟ فدي خيانه. انت متخيله انك بتعمل لما تروحي تكلمي الراجل التاني لما يكون عندك مشكله وتقعدي تحكي معاه
دي مش خيانة لجوزك؟ دي مش خيانة لنفسك؟ انا مش بكلمه ان انا اتمنى احب فيه، يعني انا بكلمه ان هو ببقى مضغوطه تعبانه. اكيد عندك مليون حد تاني تكلميه وانت مضغوطه، تكلمي مامتك وانت مضغوطه، تكلمي ابوكي، تكلمي معايا جدا في حياتي. يعني عامه مين؟ مامتي تعبانه جدا معايا في حياتي. طيب حياتي كتير جدا مع جوزي عشان بيتي يفضل عمران. اه يبقى ماما بتديكي ودنها وبتسمعك وايدها حنينه وبتطبطب عليكي، يبقى مش محتاجين نروح لراجل بره. طب صدقني والله انا بقالي فتره كبيره جدا جدا ازيد من سنه وشويه ان انا خلاص يعني ما بقتش اتكلم، ما بقتش اتصل لاي حاجه. يعني حلو كده، يبقى انت بداتي تفكري الصح. تعالي نروح للجزئيه الثانيه في المشكله، المقارنه. ما ينفعش تقارني ابو عيالك بواحد كنت على علاقه فيه بيوم من الايام. ما ينفعش تقارني الراجل اللي بيقسم معاكي لقمته وهدمته وفرشته مع واحد كان بيكلمنا كلام حب في التليفون. ما ينفعش اقارن راجل عايش الواقع معاكي بكل مشاكله ومسؤولياته وبحمله وبتعبه وبضيقه، وقد يكون عارف ان انت كنت بتحبي حد تاني عشان كده هو غيران عليكي، بواحد عايش في البلالة الناحية التانية خالص وكان زمان بيقول لي كلام حلو وبيحتويني. على فكرة اقولك ببساطة مطلقة، يعني المعلومة اللي بحاول اوصلها لكل بنت، لو كل واحدة منتظرة في حياتها انها ترتبط بنزار قباني ما كانتش ولا واحدة اتجوزت. مش كل واحد، كل راجل على وجه الارض عنده استعداد يحتوي ويقول كلام حلو وحنين وشاعر وعنده ما ورائيات الفكر والاحساس وعنده، لا خالص. ممكن يكون جوزك بيحبك مليون مرة اكتر من الانسان التاني، ودليل على كده غيرته المجنونة عليكي، بس هو مش عارف يا حبيبي يعبر، مش قادر يوصل، حاسس يعني يمكن من قلة حيلته متخيل ان هو زنقته ليكي في البيت وهو ده بيحوط عليكي وبيحافظ عليكي، هو مش عارف. انت بقى بشطارة تفهميه انك كده مش بتحافظ عليا، انت لما تديني نفس اخرج واروح واتحرك هرجع لك برجليا، لان انا بحبك، لان انا عايزاك، لان انا مش شايفه غيرك، مش يعني مش بالاجبار، انا كده كده بحبك، فسبتني اروح لابويا، سبتني اروح لامي، مش هلف في الشارع ولا ابص لده ولا اتعرف على ده، لازم يكون عندك ثقه فيا، انت اللي تقدري تصلحي الامر مش اي حد تاني.